أمثال طبعا من الأسفار اللي هي بنعتبرها الأسفار الشعرية في الكتاب المقدس. وطبعا التعليم بالأمثال ده من أهم الحاجات وحاجات مهمة، يعني من سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد السيد المسيح استخدم برضه موضوع الأمثال في التعليم. وحتى التلاميذ لما جو سألوه لماذا يعني تكلم الناس بالأمثال، قال لهم أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أما هم فلم يعطوا. وكان سفر الأمثال من الحاجات المهمة جدا، لده تقريب بتبقى حكمة معينة مختصرة. ودايما طبعا كنا عارفين أن الناس الحكماء يعني جدودنا ده كان دايما عندهم أمثال بتاعوي حكمة الزمن كله في حاجة صغيرة جدا. ومن أهمية الأمثال في التعليم يمكن بنلاقي تطابق كتير جدا جدا ما بين سفر الأمثال وما بين بعض آيات ذكرت في العهد الجديد، وده بيورينا الوحدة ما بين الكتاب المقدس. I'm sorry، كان في حد بيحاول تلاقيه. الأسفار الشعرية اللي في الكتاب المقدس كمقدمة عندنا سفر أيوب، وبعدين سفر المزامير، وسفر الأمثال، وسفر الجامعة، وسفر النشيد، ودول بالترتيب ذكرهم في الكتاب المقدس. والآباء علمونا إن هم دول فيهم تدرج جميل قوي قوي. سفر أيوب بيورينا إن إحنا إزاي بيبقى عمل ربنا عشان بيأدبه ويروضه وينقيه من حياة البر الذاتي الموجودة كانت في سفر أيوب أو في حياة أيوب أو بتبقى موجودة في حياة كل واحد فينا. ولكن السفر طبعا في بعض تذمر من أيوب، فده السفر عايز يعلمنا إن إحنا إزاي إن إحنا ننقى من البر الذاتي ولكن بدون حياة التذمر. بيجي سفر المزامير بعد ما الواحد بيموت الذات اللي فيه، بيخش في حياة التسبيح واللجوء إلى عشرة ربنا باستمرار. ولكن سفر الأمثال بيولينا بقى إزاي إن الإنسان يسلك بحكمة طوال هذه الطريق وفي علاقته سواء مع الآخرين أو سواء علاقته مع ربنا. وبيجي سفر الجامعة بيورينا بقى إن مهما الإنسان عاش إن باطل أباطيل الكل باطل وقبض الريح وكل هذا العالم يقول إلى الفناء، وهو تفاهة هذا العالم اللي قال لنا عليه بولس الرسول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية من أجل فضل معرفة المسيح. وبتيجي بقى قمة الأسفار الشعرية في سفر النشيد الأنشاد، ودي علاقة حب مستوى روحي عالي جدا جدا، ودي أعلى مراحل الحب اللي هي الالتصاق والاشتياق بربنا. عشان كده ده الأسفار الشعرية كلها بتمثل طريق روحي بيتبعه الإنسان إلى يصل إلى حالة لقمة الحب والفرح. سفر الأمثال اللي احنا هنركز عليه بنعمة ربنا النهاردة هو أهم الموضوعات اللي موجودة فيه الاجتهاد وعدم الكسل. وده طبعا يمكن كلنا بنعاني في حياتنا من حياة الكسل الروحي، سواء في كسل في قانوننا الروحي، كسل في قراءتنا في الكتاب المقدس، كسل في مزامرنا، كسل في مجيئنا للكنيسة، كسل في توبتنا، كسل في اعترافاتنا، كسل في علاقتنا كلها مع ربنا. وأخطر حاجة من آفة من آفات الحياة الروحية هو الكسل. بيجي من الموضوع الثاني المهم في سفر الأمثال وهو الاتكال على الله، إزاي أن الواحد يتكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ومن الحاجات اللي عالجها سفر أمثال برضو الموضوعات وهناخدها كلها إن كيف الإنسان يتحاشى الغضب. يمكن القديس يعقوب ذكر لنا إن غضب الإنسان لا يصنع بر الله، لكن في سفر الأمثال عندنا آيات كتير قوي قوي على إن الإنسان الغضوب إنسان سريع الخطايا وإنسان يبقى out of control. من الحاجات برضو اللي علم موضوعات هي موضوع الحسد والنميمة وتناقل الأخبار الكاذبة، وبعدين أهمية العطاء وحياة القناعة
وبرضو خطورة الخمر في حياة الإنسان. حوالي 7-8 مواضيع دول أهم الموضوعات اللي هي موجودة فيها في سفر الأمثال. لكن زي ما بنقول إن هو السفر بيتكلم وبيبدأ كله على موضوع الحكمة، وطبعا عارفين كاتب السفر هو سليمان الحكيم، وبيورينا إزاي إن إحنا كيف نقتني الحكمة في حياتنا. فورينا طريق الاقتناء بتاع الحكمة ديت في ملخص في سفر الأمثال، إن هو الحياة في مخافة الرب. يمكن امبارح في كلمة المنفعة وأول امبارح اتكلمنا على الفرق ما بين الخوف من الله وإن إحنا نعيش في مخافة الله. وبعدين لو في أسئلة ممكن أو حاجة مش واضحة ممكن هنتناقش فيها في الآخر باستفاضة. الحاجة الثانية كيفية قبول، يبقى الواحد عشان يقتني الحكمة يبقى لازم يعيش في مخافة الله، لأن هي رأس الحكمة مخافة الله. وقال في أول أصحاح كده مخافة الرب رأس المعرفة. يبقى مخافة الله قبول تأديب الآباء، الهروب من الشر دي قمة الحكمة. الإنسان الذي يهرب من الشر، والسيد المسيح علمنا كيف نهرب من الشر ساعة ما هرب من وجه هيرودس وذهب لأرض مصر. وبعدين التحذير من النساء الشريرات أو الالتصاق بالأجنبيات، والأجنبيات هنا ليس معناهم اللي هم معهم يعني معهم جنسية مختلفة، ولكن الغريبات على شعب الله أو عيلة أو على الجسد الواحد أو الإيمان الحقيقي في المسيح يسوع. طبعا بركات اقتناء الحكمة هي النجاة من الأشرار والحياة في بركة وسلام. ناخد أول أصح كده آية آية مع بعض ونتكلم عليها بنعمة ربنا، وهو كلمة أمثال أو مثل جاية من مشتقة من الفعل يحكم، ويحكم يبقى معناها حكمة. فمعناها الأمثال دي هي ملخص حكمة يعيش بها الإنسان في حياته الروحية من أجل أنه هو يقتني الحكمة، والحكمة ذكرت في الكتاب المقدس بأكثر من معنى. الحكمة ذكرت أن الإنسان كيف يسير بحكمة أو بفهم أو بتدبير أو، لكن ساعات بتذكر الحكمة كأنها بتتكلم كشخص، وهنا بتشير إلى حكمة الله أو عقل الله الناطق، أو الأقنوم الثاني هو أقنوم السيد الأقنوم الابن اللي هو السيد المسيح. فبيبدأ سفر الأمثال بيقول لنا الآتي: أمثال سليمان ابن داود ملك إسرائيل. فبيعرف نفسه إن هو ابن داود لمعرفة حكمة وأدب لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا، لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم، مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. في الجزء ده بيورينا الروح القدس على فم سليمان الحكيم أن الحكمة نافعة لكل إنسان مهما كان، إذا كان مبتدئ أو متقدم، إذا كان صغير أو كبير. فبتقول لتعطي الجهال ذكاء، أنت تعطي الجهال ذكاء. لو الإنسان الجاهل بدأ يستغنى عن جهله وبدأ أنه يعرف طريق ربنا وبدأ يعرف طريق الحكمة، والشاب يعرف معرفة وتدبير، لأن طبعا في حاجة اسمها خبرة وحكمة الحياة والإنسان يحتاجها. طب هنا الجاهل بيحتاجها، الشاب بيحتاجها، طب الحكيم أوريدي عنده الحكمة وهو إنسان حكيم فيسمعها فيزداد حكمة. ليه؟ لأن إذا قلنا أن الحكمة هي حكمة الله وهو روح الحكمة الروح القدس الذي يعطي الحكمة، فروح الحكمة ده يبقى روح غير محدود وهو unlimited، وبالتالي إن هو بيزداد علما وبيزداد حكمة. وكلما الواحد يقرب من ربنا فيعطيه حكمة فوق حكمة ويزداد علما فوق علم، والفهيم يكتسب تدبيرا، لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم، مخافة الرب رأس المعرفة. وقمة المعرفة بقى قمة المعرفة إن الواحد يعيش في مخافة ربنا.
لأن لو الواحد عاش في مخافة ربنا معناه أنه هو عايش وبصلته حلوة بالمسيح، صلته حلوة بإقنوم الحكمة، هيخلي الروح القدس يشتغل به زي ما قيل عنه أنه هو روح الحكمة في الكتاب المقدس. أما الجاهلون فيرفضون فيحتقرون الحكمة والأدب، إلزمها ناس ماشيين زي ما قال سفر روميا أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض، وفي نفس الوقت إن الكتاب المقدس يعني قال في أواخر الأيام سيأتي الناس مستحكة مسامعهم يرفضون التعليم الصحيح، بيرفضوا طريق ربنا على الإطلاق، فهم بيحتقروا الحكمة كتير قوي قوي، يحتقروا أولاد ربنا، بيحتقروا الناس اللي ماشيين على حسب الكتاب المقدس، الإنسان اللي عايش بأمانة، الإنسان عايش بطهارة، هو يعني لسه حد برضو ما زال حد متمسك بالأقوال دي. بيكمل سليمان الحكيم عشان الوقت، بيقول اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. ودي يمكن وصية جميلة قوي قوي للأبناء، إن هم ليه؟ عشان حكمة الحياة بيبقى هم عندهم نقص فيها. مع الأسف يمكن المجتمعات اللي احنا عايشين فيها أو اللي بره بتربي في الإنسان شخصية مستقلة رائعة جميل جدا جدا، لكن ساعات بتربي فيهم أو بتنمي فيهم حتة رفض المشورة من الشخص الأكبر، ودي أخطر حاجة. لكن الكتاب المقدس بيقول اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. لو هناخدها بالمعنى الجسدي هنطبقها على المعنى الجسدي، لكن ممكن ناخدها أيضا على المعنى الروحي، إن إذا كان الله أبينا والكنيسة هي أمي فإحنا لا نرفض تأديب، أي تأديب أو أي توبيخ يجي من ربنا، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وبالتالي لا أرفض شريعة أمي اللي هي الكنيسة اللي هي بتوجهني نحو طريق الملكوت. فممكن الآية دي تتاخد حرفيا على البنوة الجسدية والبيت، لكن ممكن أنها تتاخد على الشيء الروحي، إن هو إذا كان الله أبويا السماوي اللي بقول له يا أبانا الذي في السماوات، والكنيسة هي أمي اللي أنا ولدت من بطنها في المعمودية، وبالتالي شريعتها قانونها أو قانون الكنيسة أو تعليم الكنيسة اللي بيقودني إن أنا أعيش على حسب شريعة، على حسب تأديب أبويا. ليه بقى؟ لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. الإنسان اللي دايماً بياخد المسيح وبياخد تأديبه في حياته وبياخد قانون المسيح، بياخد وصايا المسيح كعنق، بيتزين بيها، بيفتخر بيها. عشان كده بولس الرسول قال إيه؟ أما من افتخر فليفتخر إيه؟ بالرب. قال يا ابني إن تملقك الخطاة فلا ترضى، إن قالوا هلما معنا لنكمن للدم لنختفي للبريء باطلا. دي هنا بتورينا إن الحكمة بتورينا ان احنا مفروض ان احنا نبعد عن المعاشرات الردية، زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الاولى 15 ان المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة. لو الوقت ما كفاش ان احنا نخلص الاصحاح الاولاني، ممكن هنقف عند حتة فيها وبعدين نبقى نكملها بكرة بنعمة ربنا اذا شاء ربنا وعشنا، لان انا شايف الساعة جت 6:30 دلوقتي وبعدين لسه ما خدناش حتى كتير، فيعني بس عشان ناخد راحتنا في الكتاب المقدس، ومش مهم نخلص سفر الأمثال حتى لو خدنا جزء منه تبقى بركة في حياته. فبيقول إن قالوا هلما معنا لنكمل للدم لنحتفي للبريء باطلا، لنبتلعهم أحياء كالهوية وصحاحا كالهابطين في الجب، فنجد كل قنية فاخرة نملأ بيوتنا غنيمة، تلقي قرعتك وسطنا يكون لنا جميعا كيس واحد. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك عن مسالكهم، لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم، لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح، أما هم فيكمنون لدم أنفسهم يختفون لأنفسهم، هكذا طرق كل مولع بكسب يأخذ نفس مقتني. إيه معنى الحتة ديت؟ ان دايما مشورة الاشرار بيكون فيها شيء من المكر والخداع، وساعات بتخدع الانسان الى ان هو رجله تنزلق في الخطية دون ان يدري،
وساعات قال لك انت ملقك الخطا فلا ترضى. اذا عرفت ان السكه ديت مهما كان تملقها، مهما كان برقها، مهما كان شكلها من الخارج يعني مغري ومجذب وبالتالي يجذب الانسان انه يعيش في الخطيه، ما ترضاش. وده اللي عمله يوسف الصديق، مهما حاولت مع امراه فوطيفار فكان رده كالسيف، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. وديت بعض الناس اللي هو ممكن يعني ايه تكون في مشوره، يمكن بنسمع عن بعض الناس رجليهم بتتسحب في حاجات، حته سرقه صغيره، نصب من هنا، اخفاء حقيقه معينه، بعض حاجات معينه، اخفاء معلومه معينه من اجل غنيمه، من اجل مكسب مادي، معلومه مش مظبوطه في بيانات رسميه مع الحكومه او غيره، من اجل منفعه معينه، من اجل كسب مادي، او من اجل الواحد ياخد حاجه مش من حقه. كل الحاجات دي كلها انت ملاخك الخطاه فلا ترضى. وكتير قوي بعض الناس بتحاول اننا تقنعنا بان الطريق ده صح. ان قالوا هلما معنا لنكمن للدم لنختفي للبريء باطلا، ودي طبعا مشهوره من اجل سفك الدم، لكن ديت اقصى مراحل الشر. لنبتلعهم احياء كالهاويه اصحاحا كالهابطين في الجب. الجزء ده بيورينا تسلسل خطير جدا جدا في من المعاشرات الردية. أول حاجة بتبدأ بصداقة الأشرار، أنت من لفق الخطاة. تاني حاجة أن قبول الغواية فلا ترضى، لأن لو الواحد لو رضي هتبقى مشكلة. ثالث حاجة أن بيبقى لينا وجود معهم، فبيقول طلق قرعتك وسطنا، يعني أن أنت القرعة بتاعتك تيجي معانا، يعني يبقى في شركة، يبقى في مش بس مشورة وفي بس تملق، لا أصبحنا أن احنا بدأنا ناخد وندي في طريق الخطية. يكون لنا جميعا كيس واحد، الكيس واحد هيبقى شركة في اقتسام الغنيمة، وشركة في اقتسام الغنيمة يعني فوائد الشر تعود على الجميع. وبعدين بعد كده بيقول يا ابني لا تسلك في طريقهم، امنع رجلك عما سلككم، أما هم فأكمنون لأنفسهم. وبعدين إغراء المال إن هو يكون في قنية فاخرة، حاجة فاخرة، حاجة مغرية قوي، why not. وساعات الشيطان ممكن يخدع بعض الناس يقول له طب ما حاجة بسيطة ابقى اعملها وتوب. وإيه الضمان إن الواحد بعد يعملها إن هو لا يهلك أو لا يجد فرصة للتوبة، أو إن الشيطان يحلله كل مرة على الثانية ويصبح الإنسان في شيء من التملق. وبعدين قال له نكمن للدم في منتهى الخطورة، لكن سفر الأمثال بيدينا الحكمة الإيه؟ يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك عما سالكهم. ودي بتذكرنا بالمزمور الأولاني اللي احنا بنصليه كل يوم في صلاة باكر، اوعوا تنسوا تصلوا صلاة باكر الصبح، فرصة واحنا كلنا قاعدين في البيت دلوقتي أو اللي مش قاعد في البيت فرصة عندنا وقت نصلي صلاة باكر نزود مزامرنا شوي. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لا سلوك ولا وقوف ولا قعدة لنا شركة، لأنه أي شركة للنور مع الظلمة وأي شركة للمسيح مع بليعال، فما فيش حياة الشركة دي إطلاقا. عشان كده قال له إيه؟ انت ملقك الخطا فلا ترضى. من اول السكه على طول ان الواحد بيهرب لحياته، زي ما قال الملاك للوط قال له اهرب لحياتك. اول ما الواحد يحس كده ان الطريق ده بس فيه شبه شر، زي ما قال بولس الرسول في تسالونيكي امتنعوا عن كل شبه شر. كل ده الانسان مش سهل ان هو يبعد عنه الا في حاله واحده، لو كان عنده الحكمه وعنده روح الحكمة وملتصق بالإقنوم الثاني اللي هو حكمة الله، عشان يبصر له السكة ويوري له إذا كان أين يسير، إذا كان يسير في الظلمة أم في النور. بقى لنا 3 دقائق، أنا حقف عند الآية 19 عشان لو في أسئلة ممكن ناخد وندي مع بعض فيها. بنعمة ربنا ممكن نكمل بكرة من 20 وطالع. اللي عنده سؤال يا إما يبعته في تكست مسج يا إما يفتح الميكروفون ويقوله.
مفيش أي سؤال. نعم. مين بيتكلم؟ في حد يحب يضيف طب أي تأمل صغير قبل ما نصلي؟ انتوا عاملين ايه كلكم؟ طيب نشكر ربنا، ربنا يحافظ على الكل دايما يطمننا عليكم يا رب. طيب نقول احنا ارحمنا مع بعض كده كلنا، وبعدين عشان ربنا يتولانا بمرحمه. اتفضل يا وسيم. ناس تعمل ممكن بسخط في البيت. هو احنا بمتابعتنا على الانترنت او اللايف ستريم من اي مكان هيكون في صلاة، فممكن ده يكون كأنه بسخة في البيت. فلو احنا مثلا بنتابع من دير، او لو ربنا سمح لنا ان احنا ممكن نعمل بسخة هنا في الكنيسة، حتى لو بشماس واحد والباقي كله يتابع في البيت، فلو فتحنا الستريم او فتحنا مثلا دير من الأديورة والواحد يبقى في البيت معاه كتاب بيتابع القرايات، بيقعد ساعة الأعداد، بيقوم ساعة وساعة الطلبة كلنا بنسجد، فكأننا عايشين البسخة بس جوه البيت. لكن ده طبعا ما يغنيش ان هو بجانب المتابعة ديت ان كل واحد طبعا يعني لو لمينا كلنا بعضنا وقعدنا نقول سكتة تيجون مع بعض، وبعدين قرينا المزمور حتى لو مش باللحن، قرينا الإنجيل، وبعدين صلينا كلنا الطلبة مع بعض في الآخر، بتبقى بركة حتى لو خدنا بركة ساعة من السواعي بدل الخمس ساعات يعني. صلولنا كده وربنا يدبر. نعم نعم تفضل. هو لحد دلوقتي انا قاعد في الكنيسة وما حصلتش مشكلة، فصل انه ما تحصلش مشكلة. ربنا يتمجد ان شاء الله. هنشوف من هنا للاسبوع اللي جاي. الحقيقة كل يوم في متغيرات جديدة وكل يوم في حاجات جديدة، فما احنا مش عارفين يعني. لو استمر الأمور على هذا الحال يعني وكده، أنا موجود أهو في الكنيسة زي ما أنا بدي دراسة الكتاب دلوقتي، وزي ما بنصلي مع بعض الغروب، ممكن نعملها، بس مش عارف الأمور هتمشي إزاي الأسبوع اللي جاي. بصلواتكم ربنا يمشي كل حاجة كويس لحد ما يعني ربنا يتحنن علينا ويرحمنا ويفتح أبواب كنيسته مرة أخرى لينا كلنا يعني. هي بس خاضعة لصلواتكم، كلنا نعمل مطانيات الأسبوع ده كده وربنا يتمجد. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ مين اللي بيسأل؟ سفر يعقوب. لا، رسالة يعقوب دي في العهد الجديد. أصل الكتاب المقدس سفر أيوب. سفر أيوب يعني. سفر أيوب من أقدم الأسفار اللي موجودة في الكتاب اللي كتب في الكتاب المقدس. ولكن الكتاب المقدس هدفه أن يورينا خط الخلاص كله اعتبارا من الخليقة، وازاي انها كانت موجودة في وضع سقطت بعد السقوط، ازاي ان ربنا حب ان هو يخلصها لحد ما رجعها اورشليم السماية تانية. ده خط الكتاب المقدس. لكن في السكة
في بعض حاجات معينة تعليمية فتحطت من أجل تعليمنا. فلو كان كتاب تاريخ كان لازم يبقى فيه كرونولوجيكال واي، في تسلسل تاريخي، وكان لازم نقول الأسفار زي إنجيل معلمنا مرقس. إنجيل معلمنا مرقس مثلا أول إنجيل اتكتب، لكن في الترتيب محطوط بعد إنجيل متى وقبل إنجيل لوقا. فهو ما هوش كتاب تاريخ بالتسلسل التاريخي، لكن هو كتاب خلاص. زي في حاجات كتير قوي، في 18 سنة من عمر السيد المسيح احنا ما نعرفش عنها حاجة، من سن 12 لسن 30 لحد ما بدأ خدمته، 18 سنة، وده اللي بيوريه لنا التقليد الكنسي. أي سؤال تاني يا جماعة قبل ما نصلي؟ بنعمة المسيح نشوفكم بكرة الساعة 6 إن شاء الله تاني. تفضلوا نصلي. ارحمنا 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 يا الله الآب يا ضابط الكل ارحمنا 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 يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم وارحمنا يا الله الآب ضابط الكل واسمعنا في شفاعات كلية الطهر القديسة الطاهرة من نور مريم وكل مصاف القديسين حينما ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تاكل مشيئتك ما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين لا ندخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. I will give just 5 minutes or 10 minutes a short summary in English. So if you wanna end the meeting from your side, that's fine. God willing, see you tomorrow. لو حد يحب ينهي الاجتماع بالنسبة لعنده أو يحب disconnect، يعني نستودعكم في سلام ونشوفكم على خير بنعمة المسيح بكرة إن شاء الله الساعة 6 إن أحيانا ربنا وعشنا. ربنا معكم وربنا حافظ عليكم ويحميكم. صلاة القديسين. سلام سلام. The English speaker stay with us. سلام يا إسحاق. سلام يا تامر. سلام والنعمة. سلام. سلام سلام من سيم. We started to talk about the book of Proverbs. It's one of the books that Solomon, the son of David, wrote it guided with the Holy Spirit. And we have 5 books that with the same theme. Book of Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Songs. The book of Job is talking about how to purify the person from the false pride that Job was living in. He was offering sacrifice for everyone of his children, but he didn't offer sacrifice for himself. This is why the Lord permitted this kind of temptation as a matter of purification. The psalmist, after we are getting our ego to die inside us, we are going to go to the level 2 for the life of praises.
And after that, the book of Proverbs, it's how to walk in the life, either in my relationship with God or my relationship with the others. The next book, Ecclesiastes, is about how everything in the world is like, as St. Paul mentioned, like a garbage. It's something useless. It's not worth it just to think about it, because everything right now, in these circumstances, is useless. We are locked at home and nothing is useful at all. The next one is the Song of Songs, and this is the top level of our relationship with God, our connection as a matter of love and joy as the bride with the king, and because this is a Song of Songs. So all of these five books giving us a way of path, starting from purification or repentance till the end, at the end, that we are going to be united with God as a good soul to be connected with our Lord Jesus Christ. The most important topics in the book of Proverbs, first, not to be lazy, because to be lazy is a very, very small virus in our life. Lazy for our prayers, lazy for our fasting, lazy for our reading the Bible, lazy for our love to God, lazy for going to church, our repentance, to be connected to Him and everything. And this is the first topic. The second, for the book of Proverbs in general, how to rely on God, not to rely on our understanding. And the third important topic, how to control your anger, because the anger of man doesn't do the righteousness of God. It's so wrong, and how to deal with it. We have a lot of verses in the book of Proverbs. How to avoid to be jealous from someone or to hate someone. The next important topic also about how not to gossip or to talk about the other things. The next one, the next topic, the giving, it's important virtue in our life, and to be careful to avoid the wine totally, because there is a lot of warning. We will see it in the book of Proverbs. The first chapter, and God permitted today just to talk or to explain till the verse 20 or verse 19. Tomorrow we will start 20, and maybe we will go to chapter 2 in addition. It's giving us the importance of the wisdom. The wisdom sometimes is the wisdom of behaving or understanding or walking or in life. But sometimes the wisdom is talking about the second essence in the Holy Trinity, that the Lord Jesus Christ by himself. Because we consider Jesus Christ, he is the wisdom of God. So we will see how it's important in some verses, from verse 1 till verse 7. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity, to give prudence to the simple, to the young man, knowledge and discernment. So the wisdom is very important to every single person, either young or adult or elder. A wise man will hear and increase learning. Even the wise man who will know more and get more connected to wisdom will learn more and more and more, because there is no limit for this wisdom. If anyone will reach to a point that I understand everything, I don't want any kind of advice or wisdom or any kind of instruction from anyone, it's a stop sign, it's a warning for me and for everyone. It's dangerous, because that means I am living in a false bride or the bride, and it's something very dangerous in my life. So the importance of wisdom to the simple, to a young man, a wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain
wise counsel, to understand a proverb and an enigma, the words of the wise and their riddles. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Yesterday we talked in the word of benefit about the difference between the fear of the Lord and to be afraid from the Lord. If we are living in sin, we are living in the fear from the Lord. But if we are living in the way of righteousness, we are living in the fear of the Lord. Because the fear of the Lord is the matter of immunity and protection against sin. Because I don't want to displease the heart of God. I want to do something, everything good towards Him. At the end, if I'm losing the fear of God, I am going to live in sin. That means I am living in the fear of God, fear from the punishment, fear from going to hell. And sometimes if anyone careless or living in sin, or he doesn't care about his eternity or his salvation, it's important to him to be warned, to be scared from the sequences that is going to or waiting for him, just to start as a first step, to start in the right way. And after that, he would feel the fear of God because he would love God at the end. So the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Beginning of knowledge, beginning of wisdom. But fools despise wisdom and instruction. Because the fools, they don't know. They don't care. They don't go. The foolish would say in his heart that there is no God. And we could hear it in many, many ways right now. Verse 8, my son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother. We could take it literally and you could take it spiritually. Literally, that means anyone needs to listen to his father and the mother because the experience of life and the wisdom of life. Unfortunately, the society here is getting or developing the personality of each one to be independent. It's a great thing. But sometimes to the point that he doesn't or she doesn't want to hear any kind of instruction from anyone. I am old enough. I am mature enough. I know everything. And unfortunately, they have a lot of lack. They are lacking of a lot of knowledge or a lot of wisdom. If we take it spiritually, then it means we need to listen to our Father in heaven. He is the law, the instruction from my Father in heaven. And do not forsake the law of my mother, the church that I was born from, the baptism and the new birth and the starting. So my Father in heaven and my mother here, my church, that's guiding me towards the kingdom of God, towards the eternity. At the end, it is a warning from the bad companion. Because St. Paul warned us in 1 Corinthians chapter 15, the bad company will corrupt the good conduct. And here is giving us a very great in verse 10 till verse 19. My son, if sinners entice you, do not consent. If they are trying to deceive you, or to attract you by anything, be careful. If they say, come with us, let us lie in wait to shed blood, let us lurk secretly for the innocent without cause, let us swallow them alive like Sheol and the whole like those who go down to the pit, we shall find all kinds of precious possessions, something attractive. We shall fill our houses with spoil, cast in your lot among us, let us all have one purse. There is steps here to go to this way. First, to become in a good companion with the evil people. The second, accepting their deceiving thing. The third, please mute the microphone. If anyone is talking on the phone, please. The third, number th-
number 3, he said, cast in your lot among us. لو سمحتوا حد يعمل أميوت للميكروفون بتاعه. في حد بيتكلم في التليفون بليز. Cast in your lot among us, let us all have one purse. So we will be with them and starting to lot together. And we will have a company with them. And also we will be attracted with the position. And after that, we will go to kill. And he said, give us the great instruction. My son, do not walk in the way with them. Keep your foot from their path. Nobody would say that I'm going to try it and I come back and I repent. It's so dangerous. Maybe I will be dragged more and more and more and more and more steps. And maybe I will cut at the end to be in hell or to be in prison or to be in jail or to be wherever. And maybe my life might end without repentance. So this great instruction, verse 15, my son, do not walk in the way with them. Keep your foot from their path. We will stop at this point, and may God give us all us the wisdom and the understanding to know the instruction, and we will hear his voice and the instruction, and to give us an open ear and open heart to do whatever he wants us to do, and the glory be to God forever. Amen. If you have any question for the English speaker, my pleasure. Anything? Hi, I'm Miriam. How are you? Sure. 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 Let us answer question by question. Okay. The first question, we don't say that isolate yourself from the people, but be careful from the counsel of these people or this teaching that might influence you to go in their path and to leave your faith. We lived many, many years in Egypt with a different faith. And we have a certain line between us and the others. They have the old ways, and we had our own ways. We kept our faith. If someone would ask me, like St. Peter asked, be ready to answer everyone who would ask you about the reason of hope that's among you in meekness and fear. So I am reflecting. They would see Christ in me. But it doesn't mean if I have a colleague at work, he is not Coptic or is not Christian, that I am going to leave work to find a Coptic people in a different work. It doesn't mean at all. But if they have a certain influence for me, for my faith, my way, or they started to get me away from the way of the Lord, this is the verses that's here. Be careful, don't be associated with them. I could spend some time with them as a matter of friendship or colleague at work. But if I am going to spend more times till the point that they started to affect my spirituality or drag me away or just
getting something in my mind that's different or again is the will of God, I have to take an action or be careful about that. It's clear. The second question. No, don't stop talking. Go ahead. Yeah. I will try, God willing, but if we listen from the beginning, we are taking some word of benefits from the reading of the Great Lent, especially we are missing attending liturgies every day, so we are keeping track for the theme of the Great Lent every day from the prophecies and the gospel. Sometimes there is at some point that's touching what's going on around us. It's a call like yesterday, a call for Pharaoh to how long you will not refuse my call to you or object, or you will are not you are not stump, you are not you have a hard neck towards my instruction to you, because he refused to let the people of the Lord to go and to worship him. But we could get some points from the prophecies. But this is different from, we could assign a day for to leave this prophecy and talk about what's going on around us. Might be about next week at Dwelling Hadr. We miss you too. Take care. Be safe. Anyone else who has a question? I think we passed an hour right now, so maybe the Zoom they will not be happy from us because we passed the timing. God bless you all, and hopefully to see you soon. God willing, pray, and we will be in touch, inshallah. See you tomorrow, God willing, at 6 to praise the Vesper 11th hour together. 5 will be the word of benefit as usual. And 6 will be, we will continue on the Proverbs. We will do the same thing as today. If anyone has a question, either text me or you could just ask right now. Otherwise, God bless you and have a good night for everyone. And be safe, and God protects all of you. Bye-bye now. Bye-bye. Salam, Miriam. Good night. Salam, Arshi, Zayak, Amel, eh? Salat al-Qiddisin, Rabbana, Tawman, Alik. You are very welcome. Taish, Rabbana, Khalik. Bye, Unas, bye, Net. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye, salam. You are welcome, salam. Salam, Irin, ازيك؟ ازيك؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ ربنا معاكم البنات كويسين؟ ربنا يحافظ عليكم.